طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الليلة إن شاء الله حناخد المستمرين في الكورس بتاع البيزك باي كيمستري كورس الكربوهيدرات كيمستري الفيرست ليكشر، اللي هو ليكشر نمبر 1. أخذنا أمس اللي هو الكربوهيدرات كيمستري ليكشر نمبر 1 بارت 1، والليلة إن شاء الله حنكمل في بارت 2. طيب، في هذه المحاضرة by the end of this session إن شاء الله the student should be able to explain what is the physiologically important monosaccharides و describe the chemical properties of monosaccharides and the different types of sugar derivatives. Describe the formation of glycosides and the structure of important disaccharides and polysaccharides. اللي هو الفورميشن بتاع الجلايكوسايد مهم في تكوين السكريات الثنائية والسكريات المتعددة. أيضا describe the roles of carbohydrates في cell membranes and lipoproteins. دي ان شاء الله حتكون هي الاوت كمز بتاعتنا خلال هذه السيشن او في هذا الليكشر. Physiologically importance of monosaccharide or physiologically important monosaccharides. Trioses او derivatives of trioses, tetroses and pentoses with 7 carbon sugar اللي هو سميناه سيدوهيتيولوز are formed as metabolic intermediates في عمليات الجلايكوليسيس والبنتوز فوسفيت باثوي. كل المشتقات بتاعت الترايوزز والتتروزز اللي هن ترايوز هي المونوساكرايدز المكونه من 3 ذرات كربون، وقلنا المقطع او السفكس اوز بنضيفه لاي سبستنس بيديني شوجر طوالي. فالترايوزز هي السكريات المضاف لها او المكونه من 3 كربون اتومز، والتتروزز السكريات المكونه من 4 كربون اتومز، بنتوزز سكريات مكونه من 5 كربون اتومز، وايضا عندنا اللي هي 7 كربون اتومز اللي هي سيودوهيبتيولوز. فدي كلها الديريفيتس بتاعناها والمشتقات حقناها بنلقاها في بتمثل كميتابوليك انترميديتس. ميتابوليك انترميديتس بمعنى وسائط في العمليات الايضية او الاستقلابية. ومن ضمن هذه العمليات الايضية والاستقلابية عندنا عملية اسمها جلايكوليسيس او جلايكوليسيس، وعملية تانية اسمها بنتوز فوسفيت باثوي. إن شاء الله حتمر عليهم لما تبدو الميتابوليزم اوف كربوهيدرات. فديورينج الباثويز ديل الاثنين اللي هو سواء كانت جلايكوليسيس او بنتوز فوسفيت باثوي، بنلقى انه اللي هي الترايوزز والتتروزز والبنتوزز هم عبارة عن انترميديتس في هذه الميتابوليك باثويز. فمثال مثلا ده جزء من عمليه الجلايكوتيك باثوي اللي هي الجلايكوليسيس. فبنجد انه الداي هيدروكسي اسيدون اللي هو مكون من 3 كربون اتومز هنا، والجليسرالدهايد 3 فوسفيت. الفرق بينه وبين الجليسرالدهايد او الجليسروز انه هذا محتوي على فوسفيت، عشان كده قلنا هم الديريفاتيفز بالنسبه للترايوزز. وايضا ده اللي هو ده كيتوزز وده الدوز.
فهم الديريفاتيفز بالنسبه لهم، فبنلقاهم هم تكونوا كانترميد وسايد في هذا الباثوي. الباثوي ده طويل جدا، مكون من 10 خطوات، بعد من الخطوه الاولى الى الخطوه رقم 10. فديورينج المركبات المكونه في وسط هذا الباثوي نجد اللي هو الجليسالدهايد 3 فوسفيت والداي هيدروكسيتي الداي هيدروكسي اسيتون تكونوا، وهم الديريفاتيفز بالنسبه لي الجلسروز. فإذا الترايوزز والتيتروزز والبنتوزز أيضا كلها بتتكون تمثل as metabolic intermediates، فهي مهمة جدا بالنسبة لنا. بالنسبة للبنتوزز are important، هما في النيوكليوتايدز، والنيوكليوتايد هي البيلدينج بلوكس للنيوكليك أسيد، هي الوحدات اللي بتكون منها النيوكليك أسيد. إن شاء الله حنجيها في كورس الملكرة بيولوجي، الكورس الجاي بإذن الله أو البعد الجاي غالبا. فلما نجي نقرأ اللي هو النيوكليك أسيد حنجد إنها مكونة من وحدات صغيرة اسمها النيوكليوتايد، والنيوكليوتايد دي واحدة من المكونات حقينها اللي هم البنتوز والبنتوز شوغر، بالتحديد الرايبوز. فأيضا البنتوزز عندها دور في كثير جدا من اللي هي مهمة جدا لكثير من الكو انزيمز، والكو انزيمز هي مساعدات الانزيمز اللي بيساعد الانزيم انه يتم الرياكشن حقه. فالبنتوزز of physiological importance اللي عندها أهمية فسيولوجية تشمل لي الرايبوز وتشمل لي الرايبولوز، واحد الدهايد والثاني كيتون والأرابينوز والزايلوز والزايليولوز. فthese are the bentoses of physiological importance اللي عندها أهمية فسيولوجية، ودي السورس بتاعينها اللي هو الرايبوز نيوكليك أسيد and metabolic intermediates، الرايبولوز اللي هو metabolic intermediate أيضا، والأرابينوز البلانت جمس، والزايلوز البلانت جمس أيضا، والبروتيوجلايكانز والجلايكوز أمين وجلايكانز، والزايليولوز أيضا هو ميتابوليك انترميديات من الجدو في البنتوز في السويد باثوي. ودي عنده اللي هي بايوكيميكال آن كلينيكال امبورتنس. فالرايبوز مثلا هو ستركشر الكمبوننت of nucleic acid and coenzymes including the ATP. طبعا هو كومبوننت للنيوكليك اسيد، وبالتالي هو كومبوننت للاي تي بي. ايضا هو يدخل في التركيب اللي هو الان اي دي بي اللي هو كو انزيمز اند فلافين كو انزيمز. دول ديز ار كو انزيمز اند ديز ار نيوكليوتايدز. ف دي الكلينيكال امبورتنس بتاعت الرايبوز. الرايبولوز هو انترميديت وسيط في عمليه اسمها بنتوز فوسفيت باثوي اللي هو بي 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 اسمها، وان شاء الله حتلاقيكم في الكربوهيدرات ميتابوليزم. الارابينوز هو كونستيتيوانت لجلايكو بروتينز، ان شاء الله حنمر عليها لاحقا. الزايلوز ايضا كونستيتيوانت مكون لجلايكو بروتينز. زايليولوز هو ميتابوليك انترميديت واكسكريتد في اليورين ان اسينشال بنتوزيوريا، في اللي هو في الاسينشال بنتوزيوريا يحصل اكسكريشن للزايليولوز. اذا ذيس ار ذا الفيسيوليك البنتوزز اللي عندها فيسيوليكال امبورتنس، اهميه فسيولوجيه تشمل لها الرايبوز والرايبولوز والأرابينوز والزايلوز والزايليولوز. بالنسبة للهكسوزز اللي هو أول الجلوكوز جالاكتوز فروكتوز and مانوز are physiologically the most important هكسوز، دي أهم الهكسوزز اللي عندها أهمية فيسيولوجية وتشمل الجلوكوز جالاكتوز فروكتوز مانوز. جلوكوز وجالاكتوز والمانوز هم الدو هيكسوزز، والفروكتوز هو كيتو هيكسوز.
فالجدول ده بيوضح الهكسوز اللي عندها في السيوليك الامبورتنس. نبدا من الجلوكوز، فروكتوز، جلاكتوز، مانوز، والسورس بتاعها مصادره، مثلا الجلوكوز اللي هو فروت جوسز، و من الفروتس العصائر، والهيدروليسيس اوف ستارش، تحلل الستارش النشا، كين اور بيت شوجر اللي هو سكر القصب، والمالتوز واللاكتوز اللي هم دول سكريات ثنائيه. دي كلها سورسز بالنسبه للجلوكوز. بالنسبه للبايوكيميكال الامبورتنس بتاعت الجلوكوز، يعتبر ذا مين ميتابوليك فيول فور تيشوز، هو الوقود الايضي لمعظم الانسجه، ويعتبر هو البلاد شوجر. الميجر بلاد شوجر هو الجلوكوز. الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاع انه اللي هما اكسكريتد في اليورين، جلوكوز يوريا، في حاله الجلوكوز يوريا حاله مرضيه، ان بورلي كنترول دايابيتس ميلايتس في حاله المرض السكري، as a result of hyperglycemia. طبعا عنده تركيز معين في طبعا هو بلد شوجر وعنده تركيز معين في البلد، مجرد ما تجاوز هذا التركيز المعين في الحالة دي يسمى hyperglycemia، اللي هو ارتفاع السكر في الدم، وبالتالي بعد ذلك يظهر في اليورين. الفروكتوز نفس الشيء اللي هو الفروت جوس والهاني والهيدروليسيس اوف كين اند بيت شوجر، لانه الكين شوجر اللي هو السكروز المتكون من جلوكوز وفركتوز، عشان كده هنا هو سورس بالنسبه للجلوكوز والفركتوز. البايوكيميكال امبورتنس اللي هو الرابيدلي ميتابولايز باي ليفر، عنده بعض الكلينيكال سيجنيفيكانس في الهيريديتري فركتوز انتولرانس ليد تو اكيوميليشن، اللي هو اكيوميليشن اوف ميتابوليك فركتوز that impair glucose production and induce hypoglycemia. ايضا عندنا الجلاكتوز والمانوز hydrolysis of lactose، واللاكتوز هو حنجي نشوف انه هو disaccharides مكون من جلوكوز وجلاكتوز. مانوز hydrolysis of plant مانوز gum، والمانوز ايضا اللي هو جاي من اللي هو plant مانوز gum، وهو constituent للجلايكوبروتينز. فإذا these are hexoses of physiological importance، تشمل الجلوكوز والفروكتوز والجلاكتوز والمانوز. طيب نمشي اللي هو chemical properties of الكربوهيدرات أو المونوساكرايدز. اول هذه البروبرتيز الخواص الكيميائيه هي الاكسيديشن، الاكسده. والاكسده بالنسبه للشوجرز، اكسيديشن اوف شوجرز جيفز اسيد. احنا كان درسنا انه بالنسبه لاكسده الالدهايد تديني شنو؟ تديني اسيد، صح؟ كان ده سواء في الثانوي. فالأكسيديشن of sugars gives acid. Reducing sugars. Sugar containing free aldehyde or ketone groups can reduce other reagents. السكريات المحتوية على aldehyde group free or ketone group free or free ketone group عندها القابلية أنها تعمل ريدكشن لبعض المحاليل reagents. reagents بمعنى solutions. They can reduce cupric ions of Fehling and Benedict reagents. عندنا بعض المحاليل في محلول اسمه Fehling وفي محلول اسمه Benedict. These reagents or these solutions are used for detection of carbohydrates في
في الهوسبيتال لابس اللي هو في اللعبات حقت المستشفى، بيستخدموا بعض المحاليل اللي هو فيهلينج وبنديكت للكشف عن السكريات. ليه؟ لأن السكر بيعمل ريدكشن لهذه المحاليل، وبالتالي هذه المحاليل محتوية على كبريك أيونز اللي هو أيونات النحاسيك، ولما يحصل لها ريدكشن يتحول الكبريك أيونز من كبريك أيونز لكبرس أيون، من أيونات النحاسيك إلى أيونات النحاسوز، كبريك أيونز إلى كبرس أيونز. والكبريك أيون هو أصلا متواجد في الفيهلينج أو متواجد في البنديكت ريجنت، في محلول بنديكت أو في محلول فيهلينج. فمجرد يتفاعل مع الشجر المحتوي على الألدهايد ولا كيتون، وفري ألدهايد أور فري الكيتون جروب، على طول حيتحول إلى يتحول اللي هو كبريك أيونز إلى كبرس أيون. ولون المحاليل دي أصلاً هو لون بلو، فيهلينج لون بلو وبينيك لون بلو، ومجرد ما يتحول المادة كان فيها سكر وعنده فري ألدهايد أور فري كيتون جروب، فحيتحول إلى لون يتكون راسب أحمر من الكبرس أيون. فده اللي هو الكبريك اللي هو Cu plus 2. هناك عندنا في الحديد لما نقول فرك Fe plus 3 وفرس Fe plus 2. بالنسبة للنحاس Cu plus 2 هو فرك و Cu plus 1 هو فرس، كبريك وكبرس. فالكبريك اللي هو النحاسيك مجرد ما له موجود في الفيهلينج او الموجود في بنديك ريجنت، فمجرد يتفاعل مع الالدهايد اللي هو الالدهايد جروب موجوده في الشجر وتكون فري، على طول الشجر نفسه بيتحول الى كربوكسيليك اسيد، يحصل له اكسده من ريديوسد فورم الى اوكسيدايزد فورم، وبيحصل ريدكشن اللي هو الكبريك الى كبرس، وعلى طول يتحول الى ريد بريسيبيتيت. ده لونه بلو وده لونه ريد، كل راسب احمر. كبريك بلو بلس شوجر بدين كبرس ريد، واللي هو بيحول الشوجر من ريديوسد فورم الى اوكسيدايزد فورم. These tests are non-specific، يعني ما مجرد انه نحن نفاعل المحاليل دي مع الشجر ونقول والله مثلا المحلول اذا يحتوي على سكر. ليه؟ لانه في بعض المركبات الاخرى ايضا بتعمل ريدكشن اللي هو للفيهلينج و بنديكت. These are non-specific because these three agents can be reduced by other hexoses and other reducing compounds زي فيتامين سي، ايضا بيعمل ريدكشن اللي هو الكبريك الموجود في فيهلينج والموجود في بنديكت. فهو ممنوع اعتبره specific test، اختبار متخصص بالنسبة للسكريات. Reduction. إذن بالنسبة لي الأكسدة للسكريات بتديني أسيد، وزي ما شفنا هنا في هذا المثال. Reduction of carbonyl carbon gives the corresponding alcohol. Reduction of carbonyl group gives the corresponding alcohol. اختزال مجموعة الكربونيل
الكربونيل بتديني اللي هو الكحول المقابل corresponding الكحول. Examples: جلوكوز لما يحصل له reduction بيتحول إلى sorbitol، والsorbitol عبارة عن كحول حصل فيه أكسدة عفر reduction للكربونيل الكربون حق الجلوكوز. جلاكتوز لما يحصل له reduction في الكربونيل الجروب حقته بيتحول إلى gives galacticol. الرايبوز 5 كربون 5 كربون شوجر او بنتوز gives ريبيتول. فروكتوز لما يحصل له اللي هو ريدكشن في الكيتو جروب حقته اللي هي الكربونايل، فروكتوز gives 2 اللي هو سوربيتول اند مانيتول، سوربيتول اور مانيتول. فإذا الريدكشن بتديني الكحول المقابل، وبالنسبة للأكسدة تديني الأسيد، بتحول الشجر إلى أسيد، والريدكشن بتحول الشجر إلى الكحول. دي معادلة الريدكشن عفوا. Formation of esters. Reaction of phosphoric acid with monosaccharides gives phosphate esters. الإستر بتكون دائما من اتحاد اللي هو الضهايد مع أسيد. وطالما نحن قلنا عرفنا الكربوهيدرات أو المونوساكرايد هي عبارة أساسا هي عبارة عن الضهايد أو كيتونز ديريفاتيفز، بالتالي تفاعله مع فوسفوريك أسيد، تفاعل هذه المونوساكرايد مع الفوسفوريك أسيد باعتباره هو أسيد بديني استرس اللي هو فوسفيت، بسموه فوسفيت استر لأنه التفاعل هنا مع الفوسفوريك أسيد. فجلوكوز gives جلوكوز 6 فوسفيت اللي هو الجلوكوز 6 فوسفيت هو استر فوسفيت استر، أور جلوكوز 1 فوسفيت. جلوكوز 6 فوسفيت بمعنى الفوسفيت في رقم 6 في كربون رقم 6 بالنسبه للجلوكوز، وجلوكوز 1 فوسفيت الجلوكوز بالنسبه الفوسفيت في رقم 1 بالنسبه للجلوكوز. دي جلوكوز بتحول الى جلوكوز 6 فوسفيت لما يحصل له يتفاعل مع الفوسفيت اللي هو بالتحديد هنا ATP كاز ATP. لكن هذا التفاعل طبعا هو انزيماتيك رياكشن، لابد يتم في وجود انزيمز، هذا الانزيمز اسمه جلوكوكينيز او هيكسوكينيز، وان شاء الله حتشوفوه برضو ايضا بيتوسع اكثر في عمليه الجلايكولايسيس او في الكربوهيدرات ميتابوليزم. فجلوكوز كونفيرتد تحول الى جلوكوز 6 فوسفيت، والجلوكوز 6 فوسفيت نفسه ممكن يتحول الى جلوكوز 1 فوسفيت، بمعنى هنا في الاول اللي هو الفوسفيت في رقم 6 من الجلوكوز، وهنا الفوسفيت في رقم 1 من الجلوكوز. التو كومباوندز دي اللي هو جلوكوز 6 فوسفيت وجلوكوز 1 فوسفيت ناتجين من برودوس فروم اللي هو اتحاد الجلوكوز مع الفوسفوريك اسيد الموجود في الادونيزين تراي فوسفيت. ايضا هنا انزيماتيك رياكشن اللي هو فوسفوجلوكوميوتاز انزيم، وده عباره عن بشوف الايزومرز وبحول من رقم 6 الى رقم 1. ده هي نفس الانزيمز اللي هو الجلوكوز سايكليك ستراكشر، لو ملاحظين ده شكل الجلوكوز، وهنا كربون نمبر 6 اللي هي اوت اوف ذا رينج او خارج السايكليك ستراكشر، هنا دي رقم 1 2 3 4 5 6 6 محتوي على فوسفيت جاي من تفاعل الجلوكوز مع الفوسفيت تبع الاي تي بي بواسطة هذا الإنزيم عمل كاتالايزيس رياكشن، إما عن طريق جلوكوكينيز أو عن طريق هيكسوكينيز.
عموما نحن المطلوب منا المعرفة أن الجلوكوز لما يتفاعل مع الفوسفوريك أسيد بديني جلوكوز 6 فوسفيت أو جلوكوز 1 فوسفيت. أيضا عندنا الفيرمنتيشن، فيرمنتيشن بمعنى التخمر، تخمر. Fermentation is the action of bacterial or yeast enzymes on carbohydrate. والفيرمنتيشن ناتج من عمل الانزيمز الموجودة في اليست أو في البكتيريا وحصل فيرمنتيشن بالنسبة للمونوساكرايدز. All monosaccharides are fermentable. كل المونوساكرايدز هي قابلة لأنها يحصل لها فيرمنتيشن fermentable. فجلوكوز مثلا لما يحصل فيرمنتيشن بتحول الى ايثانول بلس CO2، بديني ايثانول زائد CO2. لهنا الرياكشن اللي هو جلوكوز تحول الى بايرفيت اللي هو 2 بايرفيت، والبايرفيت لاسيتالدهايد تطلع CO2، والاسيتالدهايد تحول في النهايه الى ايثانول. هذا التفاعل بيتم في اليست في الخميرة، في الخميرة يتم عن طريق اليست انزيم. أوسازون فورميشن، أوسازون فورميشن أو مركبات الأوسازونز. الأوسازونز are characteristic crystals resulting from the reaction of sugar مع مركب اسمه فينايل هيدريازين. اذا هذه المركبات الاوسازونز هي كريستالز تنتج من اتحاد السكريات مع الفينايل هيدريازين. All sugars having free carbonyl group can give rise to اللي هو اوسازون كريستالز. كل السكريات اللي عندها free carbonyl group ممكن تديني اللي هو أوسازون كريستال اللي هو الكريستالات حقت الأوسازون. أوسازون فورميشن تيست اختبار تكوين الأوسازون involved in the reaction of reducing sugar free carbonyl group. لو شفنا قبل شوية انه قلنا الفري كل السكريات اللي عندها free carbonyl groups انها هي تعتبر as reducing نسميها reducing sugar. ليه؟ لأنه عندها القابلية أنها تحول الفيهلينج والبنديك ريجنت المحتوين على الكبريك أيونز إلى كبرس أيون، أيونات النحاسيك إلى أيونات النحاسوس. إذن الأوسازون فورميشن تيست involved in the reaction of reducing sugar free carbonyl group with excess of phenyl hydrazine when kept at boiling temperature. وده محتاجين فيه الى boiling temperature اللي هو درجة حرارة غليان. طيب all reducing sugars forms osazones. اذا كل reducing sugar، لما اقول reducing sugar بمعنى كل الشجر اللي عندهم free carbonyl group، كل الشجر اللي عندهم free carbonyl group بتكون الأوسازونز. therefore saccharose، السكروز طبعا هو داي سكرايد، سكر ثنائي مكون من اتحاد جلوكوز مع فركتوز. for example does not form أوسازون، السكروز ما تكون الأوسازون crystals. ليش؟ لأنه because it is a non-reducing sugar. طيب هو non-reducing sugar ليه؟ as it has no free carbonyl group. هو ما عنده free carbonyl group لأنه free carbonyl group حقته اللي هي داخلة في عملية الاتحاد مع الفركتوز ومكون من اتحاد جلوكوز مع فركتوز. فالسكروز هو يعتبر non-reducing sugar. اما بقيه المونوساكرايد الاخرى
او الاذر مونوسكرايد تعتبر هي كلها تعتبر as reducing sugar. اذا تعريف reducing sugar هو الشوجر عنده free carbonyl group، عنده free carbonyl group. السكروز ما عنده it has no free carbonyl group، لذلك هو non reducing sugar. انتهينا من الكيميكال بروبرتيز، نجي ل اللي هو الشوجر ديريفاتيفز، مشتقات السكريات. نبدا بالشوجر اسيدز. شوجر اسيدز ار برودوس باي اوكسيديشن اوف كاربونايل كاربون بلس هيدروكسيل كاربون اور بوث. الاحماض السكريه تتكون بواسطه اكسده إما الكربونايل كاربون لكربون نمبر 1 أو اللاس هيدروكسيل كاربون. إحنا في آخر كاربون في أي شجر عندنا هيدروكسيل جروب، إذا حصل فيها أكسدة أيضا تكون اللي هي الشجر أسيد، أو يحصل بأكسدة الاثنين مع بعض. الكربونايل كاربون لما يحصل فيها اللي هي طالما هي كربونايل كاربون، نحن عارفين أكسدة الألدهايد، الألدهايد بتديني أسيد، إذن أي أكسدة للكربونايل كاربون الريزولت هي شوغر أسيد. أيضا أكسدة الكحول أكيد بالمساعدة تديني ألدهايد، بعدين بتديني كحول أيضا بتديني أسيد. أيضا اللي هي أكسدة الهيدروكسيل كاربون أيضا بتدي أسيد، أو أكسدة الاثنين مع بعض، اما الكربونايل كاربون الاولى والهيدروكسيل كاربون الاخير، وحنا نشوف كل واحده ان شاء الله. فاذا الشوجر اسيد they are formed by oxidation of carbonyl carbon last hydroxyl carbon او both الاثنين مع بعض. طيب نشوف بعض الامثله لبعض الشوجر اسيدز. شوجر اسيد انكلود واحد الدونيك اسيد، والدونيك هو اسم عام لل ما هو سبيسيفيك نيم، اسم عام الدونيك اسيد. الالدونيك اسيد ناتجه اوكسيديشن اوف كاربونايل كاربون جيفز الدونيك اسيد. اذا حصل الاكسده في الكاربونايل كاربون في هذه الحاله الناتج الدونيك اسيد. مثال جلوكوز عنده 6 ذرات كربون، ذرة كربون رقم واحد تحتوي على فري كربونايل جروب. إذا حصل أكسدة للكربونايل كاربون حقة الجلوكوز الناتج هو ألدونيك أسيد، واسم الأسيد ده هو جلوكونيك أسيد. جلوكونيك أسيد إذا جلوكوز is oxidized to جلوكونيك أسيد، والجلوكونيك أسيد هو ألدونيك أسيد. ليه؟ لأنه حصل الأكسدة للكربونايل كاربون حقة الجلوكوز. فمثال لألدونيك أسيد هو جلوكونيك أسيد ناتج من الجلوكوز. ألدونيك بمعنى ناتج من اللي هو الألدهايد أو الألدوزيز بصورة عامة. ألدوز إذا حصل فيها أكسدة بديني ألدونيك أسيد، جلوكوز بالتحديد إذا حصل فيه أكسدة بديني جلوكونيك أسيد. فالاول اول هذه الشوجر اسيد هو الالدونيك اسيد، ومثال اللي هو جلوكوز when it is oxidized it produces جلوكونيك اسيد. ده جلوكونيك اسيد. عند الجلوكوز هنا عنده سي دبل بوند او اتش، الان اتحولت الى سي او او اتش اللي هي دي كاربوكسيل جروب، اتحولت من الدهايد جروب الى كربوكسيل جروب. اذا الاكسده حصلت في ذره في الكربونايل كاربون اللي هي كاربون نمبر 1 عند 6 1 2 3 4 5 6. ف وين ذا اوكسيديشن اوكيرز في الكربونايل كاربون then the result is جلوكونيك اسيد، واللي هو شوجر اسيد او هو الدونيك اسيد. فالناتج في حالة الأكسدة للكربونايل كاربون دي الناتج عندنا جلوكونيك أسيد. طيب
Number two, uronic acid. Uronic acid. Uronic acid, oxidation of last terminal hydroxyl carbon gives uronic acid. أيضا uronic acid اسم عام لما تحصل أكسدة للهيدروكسيل جروب في اللاست كربون النتيجة هي uronic acid. جلوكوز مثلا جلوكوز is oxidized to glucuronic acid. إذا الجلوكوز لما حصلت الأكسدة في الكربونيل الكربون الأولى النتيجة glucuronic acid. إذا حصلت الأكسدة في اللاس هيدروكسيل كربون النتيجة هي جلوكيورونيك أسيد. ونشوف شكله كيف. في الأول كان الأكسدة هنا. الآن الأكسدة وين؟ في اللاس هيدروكسيل كربون. في اللاس هيدروكسيل كربون تحولت من CH2OH تحولت إلى كربوكسيل جروب أو كربوكسيل جروب. فالنتيجة هنا في هذه الحالة جلوكو يورونيك أسيد. الأول اسمه جلوكونيك أسيد وده جلوكو يورونيك أسيد. واضح يا شباب؟ طيب نمبر 3 ألداريك أسيد. ألداريك أسيد these are produced or dicarboxylic acid. لما أقول dicarboxylic acid معناها محتوين على two carboxyl group. لما أقول di بمعنى اثنين double. Di بمعنى double. وtri carboxylic بمعنى ثلاثة. فthese are dicarboxylic acid produced by oxidation of both carbonyl carbon and last hydroxyl carbon. بمعنى انه في الحالة الاولى حصل الoxidation في carbonyl carbon number one. النتيجة كانت glucuronic acid او aldonic acid. في الحالة الثانية حصل oxidation للast hydroxyl كربون والنتيجة كانت يورونيك أسيد أو بالنسبة للجلوكوز كان النتيجة هي جلوكو يورونيك أسيد. في الحالة الثالثة اللي قدامنا دي اللي هي الأكسدة حصلت في الاثنين مع بعض في الأولى وفي الأخيرة في الكربونايل كربون وفي اللاست هيدروكسيل كربون. وطالما حصل أكسدة في الأولى وفي الأخيرة معناها النتيجة عندي حيكون عندي اثنين كربوكسيل جروب. عشان كده سموه dicarboxylic acid. dicarboxylic acid. إذا في هذه الحالة glucose when it is oxidized في الكربونيل كربون واللاس هيدروكسيل كربون النتيجة هي glucuronic acid. الأول glucuronic، الثاني glucuronic، والثالث glucuronic acid. وده الجلوكاريك أسيد هنا في أكسدة في الأولى وفي أكسدة في الأخيرة عنده داي كاربوكسيليك أسيد. فالأول جلوكونيك والثاني جلوكيورونيك والثالث جلوكاريك أسيد. ودي المقارنة لما نجي نشوف ده جلوكوز هنا عنده الدهايد جروب وعنده هي في الأخيرة عبارة عن CHOH. ففي الأول هنا حصلت أكسدة للكربونيل كربون النتيجة جلوكونيك أسيد. الثانية هنا حصل أكسدة للاثنين مع بعض في الأولى وفي الأخيرة النتيجة هي جلوكاريك أسيد. وفي الثالثة حصل أكسدة في الأخيرة اللي هي اللاس هيدروكسيل كربون النتيجة هي جلوكيورونيك أسيد. وضحت دي يا شباب؟ أوكي. طيب نحن ما زلنا في الشوغر ديريفاتيفز مشتقات
السكريات، انتهينا من الشوجر اسيدز، الان شوجر الكحول، ومرت علينا في الريدكشن بتاع الشوجر قبل شويه، مونوسكرايدز بوث سواء كان الدوزز ولا كيتوزز ماي بي ريديوست كورسبوندينج الكحول، وشفناها قبل شويه ان الجلوكوز بيديني سوربيتول في حاله ريدكشن للجلوكوز، والجلاكتوز مجرد ما حصل له ريدكشن بيتحول الى جلاكتيكول، والمانوز بيتحول الى مانيتول، والفركتوز بيتحول الى اللي هو ريديوست الى مانيتول وسوربيتول. ده جلوكوز وده سوربيتول اللي هو هنا عبارة عن CH2OH، بقت مشابهة تماما لذرة الكربون the last hydroxyl carbon. فهنا في حالة الريدكشن، والريدكشن حصلت للكربونايل كربون بإضافة هيدروجين. ديوكسي شوغرز، ديوكسي شوغرز، وأقول ديوكسي معناها منزوع الأكسجين، كلمة دي بمعنى نزع، ديوكسي نزع أكسجين، ودي هيدرو أو دي هيدروجينيشن اللي هي نزع هيدروجين. فديوكسي شوغرز are those in which a hydroxyl group has been replaced by hydrogen. عملنا إحلال واستبدال بالنسبة للهيدروكسيل جروب، شلنا الهيدروكسيل جروب واستبدلناها بهيدروجين. مثال an example is deoxyribose في DNA. مثال لهذه الديوكسي شوغر، المثال الكومن عندنا اللي هو deoxy ribose. deoxy ribose أساسا هو كان ريبوز شوغر، والرايبوز احنا بنعرفه اللي هو بنتوز شوغر. فديوكسي رايبوز حصل فيه نزع للاكسجين في ذره الكربون رقم 2، وتحول من رايبوز الى ديوكسي رايبوز. ده شكل الرايبوز شوغر اللي هو 1 2 3 4 5 ذره كربون. It has 5 carbon atoms. وكان هنا في كربون نمبر 2 كان عنده OH، فال OH in كربون نمبر 2 is replaced by hydrogen. اذا حصل deoxy، فتحول من 2 deoxy رايبو فيرانوز، لان شكل الفيران، وبالتالي 2 بمعنى انه في ذره الكربون رقم 2 حصل الديوكسي ديوكسي، ف2 ديوكسي رايبوفيرانوز ده اللي هو الديوكسي رايبوز الموجود في الدي ان اي. ايضا the deoxy sugar الفيوكوز اوكير في اللي هو جلايكوبروتينز، واحد من الشوغرز اللي هي ديوكسي، وديوكسي جلوكوز is used experimentally as inhibitor of glucose metabolism. أيضا في ديوكسي جلوكوز يستخدم كإنهيبيتر لجلوكوز ميتابوليزم. دي أشكالهم، ده الفيوكوز اللي هو أيضا في ذرة كربون رقم 2 عنده اللي هو OH، الOH is replaced by H. ايضا من السكر ديريفيتيفز هو الامينو شوغر او الامينو شوغرز، السكريات الامينيه، are those in which a hydroxyl group has been replaced by amino group or acetyl amine group. في هذه الحاله الهيدروكسيل جروب حصل لها ريبليست بمجموعه امين او بمجموعه اسيتايل امين جروب. Amino sugars, hexose amines, are components of glycoproteins, well, ganglioside
انجلوكوز امينو جلايكانز. دي كلها حتمر علينا ان شاء الله في اللي هو في اللي هو البوليسكرايتس ودوره في ال في الليفينج سيلز او الليفينج اورجانيزمز. فالامينو شوغرز بالتحديد اللي هي مكونه من 6 ذرات كربون هيكسوز امينز هي من مكونات هذه المركبات اللي هو جلايكوبروتينز جانجليوسايتس وجلوكوز امينو جلايكانز. امينو شوغرز تضم انكلودز 1 جلوكوز امين وهو مركب اللي هو constituent of hyaluronic acid واحد من مركبات حمض الهايلوريك اسيد. ايضا جلاكتوز امين كوندروزامين وهو من مكونات اللي هو كوندرويتين. ايضا المانوز امين ايضا هو من مكونات حاجه اسمها نيورامينيك اسيد. كلها حتمر علينا ان شاء الله في ليتر اون باذن الله المركبات دي. ده جلوكوز امين زي ما شايفين اللي هو اسمه 2 امينو جلوكو بيرانوز الفا فورم. ده الكربون رقم 2 هنا ال OH ريبليست باي امينو جروب وبالتالي عشان كده سميناه جلوكوز امين او الاسم اسمه 2 انديكيتر اللي هو 2 الكربون نمبر 2 في الجلوكوز 2 امينو جلوكو بيرانوز لانه الشكل سداسي زي شكل البيران زي ما شفنا امس. والفا فورم لانه هنا الالفا في النومريك كاربون الالفا الاو اتش اللي تحت اذا كانت اللي فوق هنقول عليها بيتا. انتهينا كده من الكيميكال بروبرتيز والشوغر ديريفاتيفز وندخل على موضوع اللي هو الجلايكوسايتس. جلايكوسايتس مركبات are formed by condensation between the hydroxide group of the anomeric carbon of monosaccharides or monosaccharide residue and a second compound that may or may not, in case of a glycon, be another monosaccharide. هي مركبات تتكون باتحاد الهيدروكسيل جروب of the anomeric carbon of the monosaccharides. إذا عندي المونوساكرايد أي مونوساكرايد عنده anomeric carbon والانوماريك كربون دي فيها هيدروكسيل جروب. فالهيدروكسيل جروب تتحد مع مركب ثاني الو الصوت واضح؟ تمام. فاذا هي اتحاد ما بين المونوسكرايد ومونوسكرايد ثاني او ماده ممكن تكون هي ما تكون اللي هي تكون اجرا يكون اللي هي نون كربوهيدرات. ففي اتحاد اللي هو ما بين الهيدروكسيل جروب بتاعت الانومر كربون بتاعت المونوسكرايد والسكند كومباوند ممكن يكون كربوهيدرات او ممكن يكون اي جلايكون اللي هو نون كربوهيدرات. طيب if the second group is a hydroxyl في حاله المركب الثاني المركب الاول ثبتناه انه هو مونوسكرايد وعنده هيدروكسيل جروب. if the second group is a hydroxyl اذا كانت السكند جروب هيدروكسيل النتيجة عندي
الرابطة اللي بتنشأ بين المركبين ديل بنسميها the O-glycosidic bond. Is an acetyl link because it results from reaction between hemiacetyl group اللي هو formed from aldehyde and OH group and other OH group. اتكونت من ال OH group حقت الانومريك كاربون و OH group بتاعت اللي هو المركب الثاني. طيب في حالة هنا OH والمركب الثاني ايضا OH، في الحالة دي البوند بسميها the O-glycosidic bond. If the hemiacetal portion is glucose, the resulting compound is glucosides. If galactose is galactoside and so on. الهيمياسيتال بورشن هو الجزء اللي هو الهيمياسيتال الجزء الثاني، اذا كان هو جلوكوز نفسه ففي الحاله دي بسميها جلوكوسايد، اذا كان مختلف منه هو جلاكتوز بسميه جلاكتوسايد وهكذا. طيب مثال هنا هذه جلوكوسايد الاول هنا. السلام عليكم. جلوكوبيرانوز جلوكوبيرانوزايل هنا عندي 1 الجزء الاول عباره عن جلوكوز والاو اتش حقه الكربون النوميريك كربون يتحد مع الاو اتش في رقم 4 في الجلوكوز الثاني، ففي الحاله دي بسمي البوند اللي هي او جلايكوسيديك بوند او جلايكوسيديك بوند وبسميها 1 1 to 4 1-4 glycosidic bond. فهنا جلوكوبيرانوزايل اسم المركب ده او جلوكوبيرانوزايل 1-4 جلوكوبيرانوز وده جلوكوسايد. الجلوكوسايد ده اللي هو او جلوكوسايد. فاذا تكونت من او اتش و او اتش هنا. If the second group is an amine, إذا كانت المجموعة الثانية عبارة عن مجموعة أمين، في هذه الحالة an N-glycosidic bond is formed. الرابطة في هذه الحالة بسميها N-glycosidic bond. إذا عندي two types of glycosidic bond. النوع الأول O-glycosidic bond والنوع الثاني N-glycosidic bond. الاو جلايكوسيديك بوند شفناها انه هنا او اتش او اتش في الحالتين، هنا في الثانيه اللي هي السكند جروب حتكون مجموعه بتاعه امين. وافضل مثال لهذه الحاله اللي هو اللي بيتكون بتوين الادينين مركب الادينين والرايبوز شوجر في النوكليوتايد ساتش از اي تي بي. حنجيها ايضا ده رايبوز ودي كربون نمبر 1 هنا ودي كربون نمبر 2 ده رايبوز. لو كانت الاو دي ما في كان حنسميه اللي هو دي اوكسي رايبوز، ولكن ده رايبوز ودي كربون نمبر 1 اتحد مع نيتروجين اللي هو ان امينو جروب هنا موجوده في هذا المركب. المركب ده اللي هو الحلقتين ديل هو ادينين، ده الأدينين اللي مركب من حلقتين ده الأدينين. فاتحاد الأدينين مع الرايبوز بأمينو جروب و OH جروب هنا النتيجة طلعت انه الرابطة دي بسميها N-glycosidic bond N-glycosidic bond. وهناك المكونة من الفيجلوكوز لأنه بتكون ما بين OH في واحد و OH في الثاني فبسميها O-glycosidic bond. ده الـ ATP اللي هو ده الرايبوز وده الأدينين ودي اللي هي الـ N-glycosidic bond. الفرق بين الأدينوسين براه والأدينوسين تراي فوسفيت إنه هنا عندي فوسفيت جروب. إذا الـ glycosidic bond
It is the bond between a carbohydrate and another compound to form a complex carbohydrate. إذن هي الرابطة ما بين أحد مركبات حيكون هو عبارة عن كربوهيدرات وبالتحديد مونوسكرايت و other compound may be or may not be carbohydrate والنتيجة عندنا اللي هي form complex carbohydrate. Glycosides are widely distributed in nature. موجودة في الطبيعة بكثرة. The A glycone may be methanol, glycerol, sterol, phenol, or base such as adenine. الجزء A glycone. A glycone بمعنى غير النن كربوهيدرات. البارت. ممكن يكون ميثانول وممكن يكون جليسرول كحول وممكن يكون سيرول ممكن يكون فينول وممكن يكون بيز اللي هو نيتروجينس بيز زي ما شفنا قبل شويه في اتحاد مع الريبوز زي الادينين واتحاده مع الريبوز كون ان جليكوسيديك بوند. فهي ناتجه الجليكوسايد ناتجه من اتحاد الكربوهيدرات. جزء بارت فيها حيكون كربوهيدرات والجزء الثاني ممكن يكون كربوهيدرات وممكن يكون نن كربوهيدرات اللي هو اي جلايكون اللي هو ممكن يكون ميثانول جليسرول استيرول فينول اند بيز. The glycosides that are important in medicines because of their action on heart بيسموها cardiac glycosides. والcardiac glycosides هم عندهم importance في medicine و they all contain steroids as the A glycone. إذن بالنسبة للcardiac glycosides الجزء الثاني فيهم المتحد مع الكربوهيدرات هو عبارة عن steroids. وحنجي نشوف أيضا الستيرويد عندها حندرسه بالتفصيل لما نجي ندرس الليبيدز بإذن الله. These include derivatives of digitalis مشتقات الديجيتاليز such as الأوبين. الأوبين واحد من الديريفاتيفز يستخدم as inhibitor of the NK ATPase pump of cell membrane. عارفين انه NAK ATPase هي مضخة موجودة في السيل ممبرين وبالتالي الأوبين ده بيعمل انهيبيتر مثبط بالنسبة لها وهو من اللي هو الديريفاتيفز اوف ديجيتاليز وهي عبارة عن جلايكوسايدز. Other glycosides include الانتيبيوتكس. في جزء من الانتيبيوتكس يعتبر هو ايضا جلايكوسايدز مثال لها الستريبتومايسين. طيب دايسكرايتس are formed by condensation of two molecules of monosaccharides bound together by glycosidic bond. نحن درسنا الجلايكوسيديك بوند وعرفنا انه هي بتربط ما بين كربوهيدرات و other compound وال other compound may be carbohydrate or may not be carbohydrate وسميناه A glycone. إذن هنا الدايسكرايتس are formed by condensation اتحاد two molecules of monosaccharides اتحاد سكرين مع بعض أحاديين مربوطين مع بعض بواسطة الجلايكوسيديك بوند. General formula CnH2O N-1 دي جنرال فورمولا بالنسبة لي الدايسكرايتس اللي هي السكريات الثنائية. أهم السكريات الدايسكرايتس اللي عندها في طريقها important اللي هي مالتوز سكروز لاكتوز. مالتوز سكروز مالتوز ده المالتوز ويكون من جلوكوز مع جلوكوز وإذا طالما هو جلوكوز مع جلوكوز إذن الرابطة هي O glycosidic bond. الجلايكوسيديك بوند في هذه الحالة من نوع O glycosidic bond فهو عبارة عن جلوكوبيرانوزايل 1
فور جلوكوبيرانوز، لأنه بتكون من اثنين جلوكوز مع بعض، ده جلوكوز وده جلوكوز. سكروز سكر ثنائي هو دايسكرايد، بتكون من جلوكوز وفركتوز، جلوكوز وفركتوز. جلوكو أو جلوكو بيرانوزايل 1-2، لأنه هنا الرابط الـ OH هنا بتاعت ذرة كربون رقم 2 فركتو فيرانوسايد. إذن السكروز بتكون من اللي هو الجلوكوز وفركتوز. لاكتوز بتكون من جالاكتوز، ده جالاكتوز وجلوكوز، جالاكتوز وجلوكوز. إذن الرابطة اللي هي O جالاكتوبيرانزايل 1-4 جلوكوبيرانوز. فعندنا مالتوز بتكون من اثنين جلوكوز، السكروز جلوكوز وفركتوز، واللاكتوز سكر اللبن اللي هو جلاكتوز وبيرانوز. دايسكرايتس اللي عندها أهمية الطبية، المالتوز اللاكتوز السكروز والتريهالوز اللي هو موجود في الأخير، ده موجود في الفنجاي واليست، the major sugar of the insect hemolymph. فمالتوز digestion of sauce بتاعه اللي هو hydrolysis of starch، اللاكتوز milk، والسكروز هو cane sugar، والتريهالوز اللي هو موجود في اللي هو الفنجاي واليست. هنا نفس الجدول. اوكي. دي الكومبوزيشن هنا مضاف في هذا الجدول، مضاف الكومبوزيشن. جلوكوبيرانوزايل، فركتوفيرانوسايد، سكروز، لاكتوز، جلاكتوز، فركتوز، المالتوز، جلوكوز، جلوكوز، ايزومالتوز اللي هو جلوكوز وجلوكوز ايضا فيه اللي هو لكن 1-6. لاكتيولوز اللي هو جالاكتوزايل فركتوفيرانوز، وتيرهالوز اللي هو جلوكوبيرانوزايل جلوكوبيرانوسايد. بوليساكرايدز are carbohydrate formed of more than 10 sugars units، وهي تصنف الى اثنين، هومو بوليساكرايدز وهيتيرو بوليساكرايدز. لما اقول هومو معناها متشابهه، وهيتيرو بوليساكرايدز معناها غير متشابهه. السكريات المتعدده المتشابهه معناها مكونه من وحده واحده، والهيتيرو بوليساكرايد ممكن مكونه من وحدات مختلفه، لكن في النهايه شوغرز. الهومو بوليساكرايدز they contain same sugar unit and include، تحتوي على نفس الوحدات من الشوغر، يعني اما كلها جلوكوز 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 جلوكوز، او جلاكتوز جلاكتوز جلاكتوز. ف they contain same sugar units and include، وبتشمل الستارش، ديكستيرين، جلايكوجين، سيليولوز، انيولين، كيتين، كل دي بتحتوي اللي هي عباره عن بوليساكرايدز، لكن تعتبر هومو بوليساكرايدز لانها بتتكون من وحدات متشابهه. Starch is a homopolymer of glucose. لما أقول homopolymer of glucose معناها مكون من جلوكوز فقط. Forming an alpha-glycosidic chain called a glucosan or glucan. جلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز مربوط بالفا-glycosidic bond. It is the most abundant dietary carbohydrate and cereals potatoes and legumes. اكثر كربوهيدرات متوفر بالستارش فيه اللي هو في الحبوب وفي البطاطس وفي البقوليات واذر فيجيتابلز. The two main constituents are الستارش بتكون من امايلوز، وده بشكل 15 ل 20%،
وده which has non-branching helical structure. ونشوف شكله كيف. ده شكل الأميلوز، عبارة عن جلوكوز مرتبط مع بعضه غير متفرع، سلسلة واحدة غير متفرعة. ده جلوكوز مرتبط مع جلوكوز بـ O glycosidic bond، مرتبط مع جلوكوز بـ O glycosidic bond، وهكذا. ده النوع الأول من الستارش، واللي هو بشكل 15-20% وهو non-branching helical structure، اسمه أميلوز. النوع الثاني اسمه أميلوبيكتين، ويشكل 80-85% which consists of branch chain composed of 24-30 جلوكوز residues united by alpha glycos alpha 1-4 or 1-4 linkage in the chain and by 1-6 linkage at the branch point. إذن الأميلوبيكتين هو branch branch chain مكون من 24-30 جلوكوز وحدة جلوكوز مربوطة ب alpha 1-4 linkage أو glycosidic bond، وأيضا محتوي على alpha 1-6. نشوف شكله كيف. ده هنا الكين الأولى مرتبطة اللي هي alpha 1-4، ده هنا alpha 1-4 4-1 4-1 1-4 1-4 1-4 1-4، ولكن أيضا محتوي على فرع اللي هو برانش، اللي هو البرانش عبارة عن alpha 1-6 alpha 1-6 زي ما شايفين في الشكل، اللي هو هنا 1 وهنا 6، ده كربون رقم 6 بالنسبة لي. فالفرق بين الأميلوبيكتين والأميلوز، الأميلوز نون برانش والأميلوبيكتين هو برانش. جلايكوجين الستارش موجود في البلانتس زي ما شفنا، جلايكوجين موجود في الانيمالز. The storage polysaccharide in animals it is more highly branched structure than amylobectin، هو more branched than amylobectin with chain of 12-14 alpha glucopyranose residues، يحتوي على 12-14 وحدات من الجلوكوبيرانوز، مرتبطة هذه الوحدات ب alpha 1-4 glycosidic bond with branching by means of alpha 1-6 أيضا glycosidic bond. هو زيه وزي الأميلوبيكتين، ولكن الأميلوبيكتين ده more branched، والجلايكوجين أيضا موجود في الأنيمالز وذاك موجود في البلانتس. ده الجلايكوجين. كل النقاط السوداء دي عبارة عن جلوكوبيرانوز أو جلوكوز مرتبط بألفا 1-6 ألفا 1-4 عفوا، والفرع مرتبط به بألفا 1-6، يعني هنا ارتباط النقطة دي مع النقطة دي بألفا 1-6. كل الباقي مرتبطين بألفا 1-4، هنا أيضا ألفا 1-6 ألفا 1-6 ألفا 1-6. فده الجلايكوجين، شكل الجلايكوجين اللي هو جلوكوبيرانوزايل الفا 1-4 مع الفا 1-6 بالتحديد، اللي هو هنا المين تشين مرتبطه بالفا 1-4 ولكن مرتبطه مع الفرع بالفا 1-6. الفرق بينه وبين الأميلوبيكتين ممكن نجد عدد من البرانش في هذا في الجلايكوجين. كيتين ايضا هو هومو بوليسكرايدز، مكون من اسيتايل جلوكوزامين مع ان اسيتايل جلوكوزامين. ده اسيتايل جلوكوزامين لانه محتوي على امينو جروب ونيتروجين هنا، وايضا هنا محتوي على، فده مشابه له، فبالتالي هو هومو بوليسكرايدز. هومو بوليسكرايد مكون من الفا برضو ايضا 1-4 لينكج، لكن في النهاية هو متشابه، وهذا الشكل عبارة عن أنه متعدد إن عدد من الإن أستيل جلوكوزامين وهي مرتبطة مع بعضها البعض، وبالتالي هو هومو بوليسكرايد. والكيتين زي ما عارفين موجود في الإنسكس أو في الحشرات. هيتيرو بوليسكرايد السكريات المتعددة غير متشابهة، تشمل 1 جلوكوز أمينو جلايكانز أو الميوكوبوليسكرايدز اللي هي السكريات المخاطية، بروتين جلايكانز وجلايكوبروتينز.
تشمل جلوكوزامين وجلايكانز ميوكوبوليسكرايت اسمها بروتيوجلايكانز وجلايكوبروتينز. جلوكوزامين وجلايكانز أو الميوكوبوليسكرايت هي are complex carbohydrates characterized by the content of amino sugars and uronic acid. إذن محتوي على أمينو سكر ويورونيك أسيد، عشان كده هي هيتيرو بوليسكارايدز. جلوكوزامين وجلايكانز انكلود الهيلوريك أسيد، كوندرويتين سلفيت والهيبارين، دي كلهم يندرجوا تحت الجلوكوزامين وجلايكانز. ونشوف مثلا الهيلوريك أسيد، حمض الهيلوريك الهيلوريك أسيد مكون من جلوكو يورونيك أسيد مع أسيتايل إن أسيتايل جلوكوز أمين. إذن وحدتين غير متشابهات، ما زي الكيتين اللي هو مكون من اثنين من الإن جلوكوز أمين. ده الهيلورونيك أسيد مكون من جلوكو يورونيك أسيد متحد مع الإن أسيتايل جلوكوز أمين، وهكذا متعدد. يعني حتلقى الجلوكو يورونيك أسيد مع أسيتايل جلوكوزامين وماشي بهذه الكيفية. الكوندرويتين فور سلفيت مكون من جلوكو يورونيك أسيد مع إن أسيتايل جلاكتوز أمين سلفيت. إذن وحدتين غير متشابهات أيضا، وبالتالي هو هيتيرو بوليسكارايد. جلوكو يورونيك أسيد مع ان استايل جلوكوزامين سلفيت، ده كوندرويتين سلفيت. الهيبارين ايضا سلفيتد جلوكوز امين، هنا في SO3 ماينس مع سلفيتد ايديورونيك اسيد. ده الايديورونيك اسيد لانه محتوي على هنا كاربوكسيل جروب، هنا محتوي على سلفيت اللي هو سلفيتد ايديورونيك اسيد، وبالتالي مكرر هذا الشكل. يعني كل وحده حتلقى فيها مكون سلفيت الجلوكوزامين مع سلفيت الايديورونيك اسيد والعدديه ان. اذا هو هيتيرو بوليسكارايد. ثانك يو فيري ماتش فور يور اتندنس. اي هوب يو انجوي ذيس ليكتشر.